السلام عليكم. ولي جان شويه تيزانه باش نفطنوا. انا في التلفوز الجزائري اذاعه الجزائريه هكايا راح ندير لكم ايميسيون شابه بزاف، راح تشوفوها من القلب من الداخل. تبعوا معنا. بونكم ضمن عليهم صباح بكري. احنا عادتنا الجزائريه ما نجوش يدينا فارغين، جبنا لهم شويه موسكوتشو هكذا، موسكوتشو تاعنا تاع الميم ما ريستور. فوالا بتيت فيزيت. هذا كولوار نشتهي بزاف نسميه كولوار تاع المتحفي. راك شايف؟ شوف هادو كاع لي ماشين اللي كانوا يخدموا بهم بكري، الراديو هكذا. يفالي تفد حوايج تقال نشفا غير هنا برك في زاني 90. كانوا لي جورناليست يخدموا معنا يجيبوا واحد اسمه الناقر، على بالك يكون واحد هنايا ثقيل بزاف يرفدوا. هذوك ولات بالايفون تاعك باك بدا تخدم حاله سهله، الناس ما على بالهمش من بكري كانوا يسوفريو لي جورناليست. او تما الناقر، ايوا رات لنا الناقر وريو لي تعيد هام لي في الناقر. شوف كان ديك سبيكي باللي دوك الناس ولاو بايفون يديروا لي ستوري ويديروا لي جورناليست كاع يخدموا بالايفون. ونتخافاي افيك سا افيك لي نوايو افيك لي فلاسك. سا سيت فلاسك هذا فلاسك. فوالا يا بي دي لا بوند هنا مانيتيك كيما تاع الكاسيت تاع بكري هكذا. pour faire le montage il y avait la bleue et la jaune début amorce début fin. on va prendre juste le risque باش نقول لكم كي نقول لك تقيل تقيل. فوالا سي سي واو ليك. هنا يحطوا له زوج سباتي. هذا يوزن 30 كيلو ولا 25 جوسكا 30 كيلو كانوا يرفدوا جورناليست. ايماجيني اللي كانوا في وسط الكيره اللي كانوا في لي زاني 90 بركا التسعينات. ميرسي بوكو التسعينات برك كانوا يصدموا يدخلوا بالناقره هنايا كتافك يتنحى. نشفى يجوا عندنا يديروا لنا انترفيو كي كنا غنوا ام بي اس كذا منا اليامات هذوك يجوا يديروا لنا انترفيو بالناقره هذاك وانا نقول لهم الله عندكم كوراج. تيماجيني مالا اللي كانوا يدخلوا في وسط الكيره ولا في وسط واش كان صاري في لي زاني 90 ولا في بلدان واحد اخرين كذا منا باش تشوف باللي التكنولوجيا سهلت بزاف الميتي. دوكا سمارت فون تجي طاك تونجيستري تفيلمي دير كلش لو بون اون افون. هم ليك هذا هو الميوزي تاع كولوار ميوزي تاع الراديو. لقطات تاريخية. Bonjour. Salut, moi je suis C'est le deuxième invité à 11h. شان تروى هايلا انا الثاني. Pas deuxième heure, et ben une belle rencontre, deux belles rencontres. Hein. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Rabah Ouared. Ourad. Ourad, bonjour Rabah Ourad. Bonjour. Alors je vais dire chef Rabah direct ou la. Comment chef je vais. Rabah, Rabah Ourad, Rabah Don Quichotte. Donc, et Rabah Don Quichotte, c'est pas mal. Mais bon, mal. Je pense que là on est accompagné d'un. D'un autre grand monsieur, bien sûr, qui me fait le plaisir de partager cette petite heure avec nous. Et il a eu un prix, c'est monsieur Hamid Kiyared, et il est de la wilaya de Boumerdès. Rabah, merci d'être en direct avec nous. Non, c'était un ancien rappeur. Moi, je voulais juste voir à quel moment la connexion s'est faite. Donc, moi, je vous ai connu quand vous étiez. Quand vous étiez dans le groupe MBS, et puis voilà, je vous vois, et vous êtes sur les réseaux sociaux assez présents, vous proposez de très bonnes idées par rapport à la cuisine, mais alors à quel moment la connexion s'est faite? Donc vous démarrez une carrière artistique et après on va vers la cuisine.
Bah, j'étais jeune hein, quand on a commencé le rap en Algérie, 98, quand 90... j'avais 20 ans, c'était la sortie de début 98, sortie du premier album de MBS, Ouled Le Behdia après Awama, mais on avait commencé déjà en 95, j'avais dans les 16-17 ans. Donc après, il y a toute une vie qui se déroule devant, grâce à la musique, on s'est retrouvé en France à chanter, à être signé chez Universal, à tourner partout dans le monde et tout. Merci. Bon, accroche-toi, émission radio direct, voilà. Les aléas du direct qui m'est pour l'offre. Voilà, Khaouti, comme on a live, tu as un musique à terre, je vais. Donc, comme on a la radio, live, émission Chab, à la fin des halles. Au plus près de vous, c'est ma قريبا منكم وحنا دائما قراب عليكم بلي فلوغ ديالنا كيما هذايا وكاع لي رسات لي فيديو اللي نديروهم لي بوست انا معكم في لي ريزو سوسيو باش ناكومباني بزاف الناس كيحبوا الكوزينه يحبوا يولوا شيفان وقد ما نقدروا راح نريبونديو ثاني على لي كيسيون تاعكم هادي ما عندكم فيديو الشابه باش ريبوندي على سورتو كاع كاع اللي كتبوا لي بزاف بزاف يكتبوا لي نحب نبين شاف كاش ندير وشنو هذا نولي شاف كيفاه واحد يولي شاف كاع هاد لي كيسيون نديروا لهم فيديو وحدها بيان بيان كوم يلفو هكا باسكو على بالي بلي تري امبورطون هكا نريبوندي لكاع الغاشي اللي كتبوا لي على هاد الشيء مي بور لانستون شاف لازم دائما يولي للبوزا دائما يولي الكوزينه تاعو دونك مليح واحد يخرج مليح واحد يكومينيكي مليح واحد يروح حوايج اخرين مي دائما شاف كيما انا سي بريغاد كويزين ميزون بلاس جيستيون تاع لي كويزين تاع لوتيل كدا كيما يقول لك عوم وعس حوايجك شاف تقدر تبيع شويه مي دائما حوايجك هما الماعن الكوزينه لي ماشين لا ميزون بلاس وسورتو سورتو حبابنا اللي يجوا ياكلوا عندنا ويدوقوا البنة هاي ديريكسيون ام سي طونتير نصدموا الكوزينه يا السلام عليكم قول لي اش بغيت فيلميني صاحب جوج في انستغرام ديالي يا فيسبوك هاوليك فيلمي هاوليك الياس حبيبنا هذا هو الانسان اللي يدو خضره كثر كاع نعرفو في الجزائر شغل لي توشيها شوف لي توشيها تعاود تولي توشيها تصفار تعاود تولي الحياه تصفار هكذا ياك ما تصفارش تخضر سبحان الله شوف شوف اروح شوف اروح عندنا في الميمرو في طوب كاع كي تجو كاع شفتوا كاين جاردان بوتانيك كومبوزي فيه ميم القعرص فيه تشينا فيه كلش فيه كلش كاع هاو سيد هذا سيد اللي دار عبال بلي يحشم كدايا موديس مي هو اللي دار شوف راح شوف القعرص شوف توينا معيش ناكل حبة توينا صحيت حبيبي يا هم الحوايج اللي نحبهم احنا عندنا توينا درنا عباك درت بها كونفيتور هاد العام حاجة بزاف شابة انا نحيت يا اخي عندنا دوكا شحال جبت لنا ثلاثة توينا عندنا ثلاثة توينا وعباك توينا هادي باش نتفاهموا قاعيتك كاع يديروا بها كونفيتير وكذا مي ما كاش حاجه شابه كيما هذه تقطعها رونديلات ديرها في شلاضه سيلان دي غار اغريم اللي القشره تاعهم ماشي مره تقدر تاكلو كومبلي بالقشره حاجه انكرويبل لا سونساسيون كانت معروفه تجار بالتوينه في المتيجه كاع التوين يا خا شحال بنينه هاني حاب عباك تحسوش هاني نحس نبارطاجيكم شوينا مقطع رونديلات مع الشلاضه كدا مع الطوماطيش تاعكم كدايا نفو اوزي و ان سيباري لي فروي من لي ليغوم كدا لي فروي يمشيو مع لي ليغوم هكدا راكو جورنيا مع الشاف رابح ديريكت وين نروح نديكم معايا شوف هذايا هذا سيترون فير ما تقوليش سيترون فير كمل معاه دوك الليم هذا هذه جايه في السماء يلاه
تقفنا يا حمش الشيخ تقف شويه الناس اللي يتبعوني هذا قشر قشر الكول سيترون دو ايوا مرمرما سيترون دو ما تزيد ليه دائما الياس جاي في دار البيضاء جماعه هكذا يا فوسط لافيل تاع دار البيضاء ما تقدروش تعطيوه لا بيبينيير تشوف واحد الحيط هكذا صفر شباب شغل فيلا كولونيال تاع بكري ما تقول لي والو سيترون حلو عباك بلي قشرة هذه القشرة تاعو هذه ديرها واسمو ديرها كونفي ديرها مغمولاد ما تزيد ليش لازم الدوق نافع احكي لنا عليكو راه فتينا راه مندارين راه بيناتهم شتي هذيك لاسيديتي تاع القارص ما كاش نحيها ودي خلي الكو تاع القارص ما تقدرش ديرها انا نقدر نصورها عباك هدايا ندير به حاله هذا داخل كاش ديسير ولا شغل يجيك الكو تاع القارص بصح ما كاش لاسيديتي ما ديرش هكدايا ولا شحها ها نورمال حبا قارص ما من الحلب دير دور بيكم ايه البنا حسوا البنا بنين خوك بياس يسموه سيترون دو هذا ما عندوش اسم نورمالمون برينسيب سي الليم هذا هو اللي نتاع الصح نورمالمون الليم نورمالمون سي سيترون بير هذا نو هذا هو اللي نتاع زمان يعني هذا هو الليم نتاع زمان يعطوا له الليم في الجزائر صح احنا بالخاطي ماشي نورمال شو توينا منا شو الله يبارك شعر شتاك شعر ما تجي ديها للدار هاسنا باسكو الناس دائما يسقسيو شحال كذا باغ اكزومبل وحده توينا هكذا شجرايح بيديها يقاريها في دارو شوف هذه اللي تكون اشي كبيره تلحق حتى ل 6500 انفستيسمون انا نشجع الناس كاع يتيك على الخضوريه على شوف ان اوليفيي على يا خويا احنا ما نقدروش نعيشوا بلا النباتات دائما سعيد البونور باسكو عايش في وسط النباتات عايش في وسط الخضوريه هاي خدمه انايا ها شوف وكنحبس ندير شاف نولي كيما انا نحب نولي كيما الياس كي نولي كبير ما تقولوا لي والو جو فو دوفنيغ كوم توا كيما قال لك الواحد يحب يولي كيما ثاني كيما شاف رباح ثاني يا ودي يا لا فاصون تحقني ليك القارص هذا روح شوف القارص هذا سيدراتي شو السيدراتي عباك هذا السيدراتي هذا القشره تاعو خشينه هكا ولداخل تلقى شويه قارص هكايا هذيك هذاك الابيض اللي يعيطوا له الزيست نورمالمون على برا الزيست وهذاك الابيض الزيست مر هذاك الزيست نورمالمون ما الابيض هذاك اون جينيرال مر في القارص في السيدراتي تقول لك ضرب في التفاح ما تقوليش عندك سيدراتي هذاك هو هذا هو مامو يكبر هكا لا هذه راهي روطار وطابت في وقتها سي با طابت عندك صغيره طابت صغيره عندك سيدراتي وحده اخرى منها كاين هذا نجي نديها كاش مشكل هذا انكرويا عباك بلي الحبه هذه تلحق قد هناك بصح سيدراتي تلحق حتى اكثر من كيلو شوف لو بو صغير عليها بارابور ايه لازم واحد يكبر لو بو كان جا فيها لا كونتيتي تاع تراب تكبر فهمت علاش جبتكم عند الياس يفالي وتجي عند الياس عباك نقدروا نضربوا هنا ساعه تخرج منا راسك هكذا بثقافه تاع لي بلونت تاع لي فروي تاع كلش حاجه صغيره مي كونسونطري هذه هي لازم سي با لا بان قد تسخط قدايا حاجه خفيفه صغيره مي كونسونطري بالكاليتي بالنوعيه بالثقافه بالبناء بكلش فوالا شوف هذا كاوتشو كاش نعيطوا له هذا كاوتشو باريولي هذا ستان فيكس الاستيكا فيكيس إلاستيكا ها واش يعجبني تاني في الياس يعطيك كلش بالاسم سيونتيفيك بالاسم تاع ألجيريان وبالاسم سيونتيفيك فيكيس إلاستيكا حنا نعيطو له كاوتشو صح لا 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 اما لا اليوم على بالكم اللي اسمه فيكيس إلاستيكا بهذا فيكيس إلاستيكا شوفوا الورقة تخرج هكذا حميمرة ومن بعد تكبر تبدا تصفر على برا تولي هكذا باريولي شاف شغل بارا ايوا مو خا بون جيسبر عجبتكم الدورة خفيفة عند خويا الياس يعطيك الصحة الياس ميرسي بزاف كي رحبت بينا
دار بيضاء اكو تعرفوا الحاله بالعقل لا ما تزلموش بزاف غير دوسمون جوست اون فاس هاوسينغ بانك اسكان فوالا نعطي لكم شويه شويه شاك فوا لي بتيت زادريس اللي بيان الناس اللي تخدم وتصنع اتهلا ايه ما تنساوش مازال نكملوا الجورنيه رانا هذه طريقنا برك باش نروحوا للريستورون واليوم عندنا دونك ندخلوا الريستورون بليس كاين بتيت فورماسيون نوريكم واش نديروا حنايا مع لي زيكيب تاعنا اتهلا